شنو رايك بهالفيديو؟ وانا رح لكم هلا ورايح، كل مواطن لبناني ما عم بيفرز ببيته ما يسمعني صوته. اوعى اسمعوا عم بنق على الدوله او اسمعوا عم بنق على النفايات او على الازمات. للي عم بيفرز قلوا علي، اللي ما عم بيفرز ما يسمعنا صوته. اقوى زلمه البيئه عم بيقلنا يلي ما بيفرز ما بده يسمع صوته، هو مش عارف انه اذا واحد فرز ببيته بده يرجع يكب زباله بنفس الزباله. فهيدا هو الاخوات الا بكفية، ما في مستوى عبيت برا جد الخرز بكفية. اذا نعم. بتفرز عم تقطع سياره كاميون عم بياخذ كل شيء مفروز، عم ناخده نعمل فرز سنوي، عملنا معمل فرز بتضيع فيها معامل فرز على راسي وعيني، معه حق. بس بتضيع ما فيها معامل فرز عم بيرجعوا ينحطوا كلهم نفس المحل، بيجي هالكاميون عم بيمعصب كلهم مع بعض. اذا انت بتكون تعبت حالك عملت كيس بلاستيك وكيس مع بعض، بيجي هو هيدا اللي بيلم زباله شو عم بياخذ كيسين بحطهم نفس الكاميون بيمعصهم، شو بنكون عملنا؟